مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناه ميوزيكانا تي في، حلقه جديده من برنامج كيمو جو. ضيفنا اليوم هو فنان تونسي، فنان تونسي باش تعرفوا عليه وجه كذا. اول لقاء معه في تونس على ما اعتقد. ضيفنا هو الفنان التونسي علي اسكندر. مرحبا بك علي. مرحبا ومرحبا كل مشاهدين قناة موزيكانا، ومرحبا بك انت يا اخويا كمال. عايشك علي. مرحبا بك على قناة موزيكانا في كيمو جو. شكرا على تلبية دعوتنا. احنا سعداء وفرحانين برشا باللقاء، ومرحبا بك وكافة مشاهدين القناة. عايشك. عفوا علي الدين، فنان تونسي. لو كنا نحكيوا على البدايات تاعك انت، شكون هو علي؟ والله بالنسبه لعلي، والله بديت صغير، عمري 8 سنين، مغرومين برشا بالغناء. كان لي اول ظهور هو مع لطفي بوشناق في كورة الفسيف وسيف الزهروني. كنا نمشيو معناها نادي نتاع موسيقى، نتعلموا الغناء، نتعلموا الاغاني، معناها حتى نسجلوا اغاني مع لطفي بوشناق. شاركنا برشا في مهرجانات في التلفزة زادة. كنا معناها ديما غني ورا لطفي بوشناق، فنان الكبير، فهمتني كيكا. وبعديك معناها ولينا نعملوا في انتاجات خاصة شوية بشوية وحفلات خاصة، والحمد لله. علي قلت لي مع شاركت في البرنامج في كويرا فوسي فوسي مع لطفي بوشناق، نشهد له تحية. الصغرى بديت تعلمت مجال الفن مع وقت كنت صغير. اي 8 سنين عمري وقت دخلت للنادي. انت هذيك الصغرى تاعك انت غرامك باش تقول مستقبل الفنان؟ والله اسكو حممت كنت باش تخمم. والله الحد معناها اللي انا نعرف انه معناها ملي كنت صغير عمري 3 سنين 4 سنين تحكي لي امي، قالت لي معناها اللي انت ديما تغني وديما معناها مغروم بالغناء. ديجا معناها عندي عزيزي يغني معناها في العائله، وعندي خالي يغني، عندي معناها يغني، ومش كيفي انا مثال نغني حفلات خاصه، ما يغني ومغرومين وكذا. اما ما بشويه معناها الغرام اللي خليني لي انا نواصل في الميدان هذا، وان شاء الله ان شاء الله نجاح. ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. انا عايشك. علي حكينا شويه، ممكن نتعرف عليك بالسويد تاعك، نسمع الحاجه اكابيلا. باهي، اش تحب نسمعك؟ اللي يعجبك. الوداع ما بقيتش اخاف في الدنيا دي غير من الوداع. والضياع بحس لما تكون بعيد، معنى الضياع معنى الضياع. خليك هنا خليك، ما بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، ما بلاش تفارق. خليتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد، عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. وخليك هنا خليك بلاش تفار، وطول يومين وتغيب سنة، بلاش تفارق. الله ان شاء الله تو نزيد معناها ننوع لك شويه من الاغاني، شويه تربوا بعديك نعملوا شويه جو. ان شاء الله الله يخليك. علي شكون
شكون صوتك، شكون مثلك الاعلى في الساحه، في الساحه الفنيه سواء في تونس ولا في الوطن العربي، مع شكون شلون تسمع؟ والله بالنسبه لي انا نسمع الاذواق الكل. بالنسبه لي انا معناه في تونس المثل الاعلى هو الاستاذ لطفي بوشناق، كريم شعيب، صابر الرباعي، برشا برشا فنانين عندنا في تونس ومظلومين معناها في الساحة الفنية، مظلومين برشا. تشوف انت مثال مهرجان كارتاج، معناها تشوف اسامي غريبة وما فماش معناها ساعات حتى المخلة كيفاش باش نقول لك، معناها حتى لبسة محتشمة كذا برابور اللي عندنا فنانين نحن، وعندنا ذوقنا وعندنا حاجة باهية وعندنا هلا غالب. تحلم تكون في كرتاج؟ ولا أي فنان عربي وأي فنان عالمي يحلم أنه يكون في كرتاج، وكرتاج راي مسرح كبير واسم كبير، لكن في وقتنا هذا قزموها برشا. كي نشوفوا نحن أسامي برشا أسامي مثال غالبة في ركع كرتاج بالكيفية ذيك بالرسمي، حاجة توجع، حاجة توجع برشا. قداش عندكم أغنيات على بالنسبة للوقت الحالي؟ والله بالنسبة للوقت الحالي عندي أغنية عملتها جينيريك مسلسل، معناها إنتاجي الخاص. البقية معناها كوكتيل، معناها بين الراب وبين الوتري وبين معناها مع أصدقاء، برشا أصدقاء منهم الفنان الكبير دي جي كوستا اللي هو عاوني برشا في المسيرة متاعي معناها، ونشكره برشا ونوجه له تحية كبيرة اللي معناها عمره ما واحد باللي يعمل عمره ما يوصل اللي عمله معايا معناها لطفي دي جي كوستا. مهدي، هو مهدي العكاري. قلت بتيت أغرام صغرى وبعد عمل غنيين وبتبارك له. أكيد الوسائل الإعلام وقفوا معك ومعلت شفناك سمعناك في الإذاعات التونسية، أكيد هناك الدعم قوي بالنسبة لك أنت على المجال الراديو معناتها. والله يا أخويا كمان شو نقول لك أنا بالنسبة للراديوات معناها في تونس صحيح نشكرهم برشا راديوات وجهولي دعوة ومشيت أما مقصرين مع الفنان التونسي، فهمتني؟ مقصرين برشا مع الفنان التونسي، خاطر الفنان التونسي راهو لازم يلقى الحظ متاعو في بلاده. نحنا تو معناها ولينا جنة العرب، معناها أي فنان سوري ولا فنان مصري ولا معناها السكسي متاعو الكل ياخذوا في تونس. بينما الفنان التونسي شفنا برشا فنانين معناها عملوا الفضح، فهمتني؟ ولو معناها ما لقاوش باش ياكلوا، فما ناس مرضى ما لقاتش باش تداوي معناها، وانت تعرف الاسامي وما غير معناها ما نذكره. لكن نبقوا ديما واحد يقول الحمد لله مادام واحد عايش في الوسط هذايا وعنده معناها جمهور وعنده كليونات وعنده معناها بامور عرابن وبامور الحمد لله.